طلب مني ان انا اتكلم كان كلام ان يبقى عايز يعني محاضره عن الدايبيتس ومحاضره عن هايبرتنشن. ف انا دايما ما بحبش اقول محاضرتين، فانا حبيت ان انا عشان اعملها خلطت يعني ضمت الاثنين مع بعض. فعنوانها هي احنا بعد شويه ممكن نطفي الاضاءه عشان شكرا. عنوانها هيكون ال 99 جولدن شوتس ان دايابيتس. الحقيقه ده العنوان الاول، والعنوان الثاني هايبر تنشن اوفر ذا جلوبال. ايه 99 جولدن شوتس ان دايابيتس دي؟ في عندي محاضرات، سلسله من المحاضرات عن دايابيتس 99 بوينتس مهمه قوي لازم نبقى عارفينها كلنا، بس دي طبعا تاخد ساعات طويله قوي، فهاخد منها النهارده شوت واحده من ال 99 من 99. ده نمره واحد. نمره اثنين الهايبر تنشن اوفر فيو، ازاي نخلط بينهم يعني ابيديميولوجي وكل ما يتعلق بالريسنت جايد لاينز في الهايبر تنشن. سكسس اور فيلير، دايما ببتدي المحاضره بالعنوان ده اللي هو ان في اي مؤتمر ببتدي بالعنوان ده، ان انا احب ان انا اوصل المسج اللي انا عايز اوصلها لحضرتك، لو مش ما قدرتش يبقى العيب عندي انا. يعني في بس النقطه صح؟ لا برضه ده كويس كويس كده شكرا. وايز مان وان سيد وات از ذا يوز اوف ليسننج تو ليكتشرز، ذا ريل ثينج از براكتس. يعني في بعض الناس لهم اراء ان اهم من المحاضره ان يبقى في براكتس، وان احنا نعمل تريننج على الشغل بتاعنا. ماشي، ممكن وجهه نظر. اجنده هتكون فيها introduction و important terms for hypertension, misconceptions, hypertension and comorbidities, matching with the most recent guidelines with future aspects and conclusion. المقدمه في الاول بتقول السؤال الاولاني انه questions to start with. دايما بقول كده as doctors which disease concerns us most, what is the most important organ in our body. مش مفروض نسال السؤال ده، لكن لو كان ممكن اسال السؤال ده. What is the most important organ in our body؟ طبعا مش مفروض، لكن hepatologists are worried about the liver اكيد. Nephrologists think about the kidney. Cardiologists have nightmares about failing hearts and so on. لكن what is the emergency of all emergencies؟ يعني what is the organ which is in charge of all organs؟ يعني the organ which when gets sick all other organs are jeopardized. And this not this clear and present danger. And ده اللي بيوصل ده سبلاي لكل حاجه تيشو برفيوجن، وتحت ضغط من الاثيروسكليروزس. When we do know ان الاثيروسكليروز دي مهدده بريسك فاكتورز كتيره، من ضمنها الكلام اللي انا ببتدي بيه المؤتمر النهارده اللي هو الهايبرتنشن والدايبيتس. هاي ريسك الاثيروسكليروزس اكيد، فلازم نحفظها في خزنه البلاد فيسل ضد تبقى بروتكتد ضد الهايب الدينجر الخطر الجاي من الهايبرتنشن ومن الدايبيتس. اوفر ييرز ايه اللي اتغير في الهايبرتنشن؟ حاجات كتير هيستوريكال، اكيد سمعت عن الموضوع ده. مشهوره جدا الجمله دي، ده كتاب ده في 1946 في التكست بوك اوف فريدبرج، اسمه كده في فريدبرج في الديزيز اوف ذا هارت. قال الاتي ان بيبول وذ مايلد بناين هايبرتنشن، سمى الرقم ده 210 على 110 مايل بناين. مش معقول طبعا واحد ضغطه 210 على 110 سماه مايل بناين هايبرتنشن، وقال عليه نيد نوت بي تريتد، يعني مش محتاج علاج. والحقيقه دي ده مش نكته، دي حصلت فعلا. وقال ان كل الحكايه ان ده ذير از سايكوباثولوجيك بيرسوناليتي اسوشيتد وذ هايبرتنشن، معناه ان كل المشكله بس ان ده نفسيا متضايق شويه واديه لدكتور نفساني هو يتصلح خلاص على كده. الكلام ده كان سنة 1946. دلوقتي القصة اتغيرت خالص أكيد، وإحنا دلوقتي بنقول إنه الرقم ده بالنسبة لنا رقم مرعب، لأن ده دخل في سكة بتاعت الهايبرتنسيف أرجنسي وإمرجنسي. فالفكرة إنه اتغيرت خالص. الله أعلم، الله أعلم إيه اللي هيتقال علينا بعد 50 60 سنة من دلوقتي. هيقولوا علينا إيه؟ أما حدش عارف، بس دلوقتي احنا بنقول ان ده مش مظبوط وان القصه اتغيرت خالص. We know a lot more. Definition انه persistent elevation of the blood pressure اكتر من كده صح ولا غلط؟ غلط. ليه؟ لان مش مظبوط. الديفينيشن بتاع الهايبرتنشن مش كده خالص.
ديفينيشن كده اكتر 130 على 8. تصور دي، يعني انا بقعد في العياده بيجي لي عيانين كذا كذا كذا، عيانين كتير، نادر جدا لما تلاقي الرقم ده. ببقى مبسوطين قوي لما الاقي رقم 120 على 70، دي ببقى مبسوط جدا، نادره قوي الرقم ده. ومع ذلك الريسنت ديفينيشن 2018 قال ان الضغط يبقى ضغط لو اعلى من 130 على 80. هوريك دلوقتي القصه تمشي ازاي. 2017 اخرها، واول 2018 امريكان كوليدج اوف كارديولوجي 2017 باسنج انتو 2018 كاتيجوريز كده بالمنظر ده. نورمال بلاد بريشر اقل من 120 على 80 سيستوليك دايستوليك. واحد اثنين، امال هايبر تنشن يعني ايه؟ يعني 130 وانت طالع سيستوليك، 80 وانت طالع دايستوليك، ستيج 1 وستيج 2. ستيج 2 تبتدي امتى؟ اكتر 140 على 90، يعني 140 على 90 واحنا طالعين ده ستيج 2 امريكان كوليدج اوف كارديولوجي. بس في نقطه ثانيه، هم كده يبقى المريض ضغط، مريض ضغط امتى اقول عليه مريض ضغط؟ لو زاد عن 130 على 80 لازم يتعالج. العلاج مش شرط يكون دواء، العلاج مش شرط يكون دواء خالص خالص، ممكن يبقى نون فارماكولوجيكال تريتمنت. تنفع؟ طبعا تنفع، بس في نقطه، الرقم ده ايه؟ ده سيستوليك بس العادي اللي هو من 120 ل 130، ده اسمه اليفيتد سيستوليك ضغط بريشر. يعني لو لقيت واحد ضغطه 125 على 80 ده اليفيتد سيستوليك، لو لقيته 131 على 80 ده هايبر تنس. طيب ده اليفيتد سيستوليك بس. اليوروبيان متحفظه 2018 اليوروبيان سوسايتي غير الامريكان. اليوروبيان قالت لا زي ما احنا 140 على 90 في 2018 ستيل بتحافظ على الرقم ده 140 على 90. دايما مختلفين ما اتفقوش الا في الدايابيتس، ما اتفقوش الا في الدايابيتس في الدواء نمره واحد اللي هو الميتفورمين، مره واحده يحصل اجماع، لكن اختلفوا المره دي. فالامريكان بتخاف اكتر، حذره اكتر، فقالت 130 على 80. اوكي احنا فين؟ ده كده بالمنظر ده في العياده، بنقيس الضغط في العياده وبنقيس الضغط في البيت بره العياده. هو مهم نقيس الضغط في البيت طبعا، لان لما يبقى مريض ضغط لازم يبقى مونيتور في البيت، زي ما مريض السكر بيبقى مونيتور في البيت برضه. فلو جينا هنا اقل من 130 على 80 واقل من 130 على 80 ده نورمال ما عندوش ضغط، اقل من 130 على 80 واقل من 130 على 80 ده نورمال ما عندوش ضغط. قلنا ال 120 بس ده فوق، من 120 ل 130 ده في الاليفيتد سيستوليك بس. امال السكه دي ده مريض ضغط اعلى من 130 على 80 في العياده وفي البيت. اكيد تبقى عارف ان لو في العياده عالي وفي البيت مش عالي تبقى دي اسمها وايت كوت هايبر تنشن، يعني بيخاف من الدكتور فبيعلى ضغطه في العياده ولما بيروح البيت بيبقى طبيعي. واكيد تبقى عارف ان السكه دي الفراغ ده عكس الوايت كوت هايبر تنشن اللي هو ماسك هايبر تنشن. ماسك هايبر تنشن دي غريبه جدا، ليها ميكانيزم لو قعدت اقولها النهارده هناخد فيها وقت طويل فمش موضوعنا. فكرتها ايه؟ ان ده عيان بيجي العياده ضغطه طبيعي وبيروح البيت ضغطه عالي، غريبه جدا جدا بس ده بيحصل، اسمها ماست هايبر تنشن. وبناء عليه ده وده الاثنين دول الوايت كوت والماست هايبر تنشن محتاجين ايه؟ محتاجين امبيولاتوري بلاد بريشر مونيتورنج، يعني محتاج العيان يقيس ضغط كل شويه في البيت 24 ساعه، مركب جهاز ضغط 24 ساعه عشان اعرف اذا كان فعلا ضغطه عالي ولا لا، يعني بيمشي في الشارع وقاعد وبيفكر وبيتكلم وبيعمل كل حاجه ومركب جهاز ضغط اسمه امبيولاتوري بلاد بريشر مونيتورنج. لازم تبقى عارف وانت بتشتغل القصه دي امتى نركب امبيولاتوري بلاد بريشر مونيتورنج، ده من ضمنهم. كمان فيرست اوف اول لازم بروبر ميجرمنت. اذا كان قياس الضغط نيو انجلاند جورنال اوف ميديسين دي قالت ايه؟ قالت ان في نزلت ارتكل من كام سنه فيديو بتقول ان الدكتور بيعمل 35 غلطه وهو بيقيس الضغط، 35 غلطه منهم كومونلي حاجات كتير مش موضوعنا دلوقتي. بس تعرف مثلا مش باينه قوي لكن لازم يبقى قاعد لما يبقى يقيسه سيتنج. طبعا احنا عندنا سيتنج وستاندنج، سيتنج ورجله على الارض وايده على الترابيزه وايده دي الكف محطوطه على مستوى الهارت، وفي المسافه بين التشير وبين بين التشير وبين التيبل ما تزيدش عن 30 سم، ليها قصه كده. وبقيسه بان انا اخلع الهدوم بتاعته الثقيله، لان يجي في البيشنت في العياده ده بيحصل طبعا، يقيس على الهدوم. بقول له ما تقيس على الهدوم،
ما ينفعش يقيس على الهدوم، يقول لي لا ما حد بيقيس على الهدوم، لو سمحت لو رحت الدكتور قاسلك على الهدوم ما تروحلوش تاني خالص، ما ينفعش. ممكن بالعافيه لو كان حاجه رقيقه جدا 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 اوافق عليها، غير كده لا لازم تتشال. تاني حاجه تقيس في الشمال او اليمين، وفي فروقات بينهم بسيطه 5 مللي ولا حاجه. في ناس يجي يقول لك اه بيقول لي بقيس في اي مكان، لازم اقيس في الشمال لان القلب شمال. كلام فارغ، كلام فارغ. يقيس في الشمال، الهارت شمال، كان الهارت ما بيوزعش في الدراع اليمين مثلا. والمؤسف ان اللي بيقول له كده دكتور، ان لازم يقيس في الشمال. حاجه في منتهى الغرابه، طب خلي بالك انه يقيس صح. النيو انجلاند جورنال اوف ميديسن نزلت اللي بنعمل 35 غلطه واحنا بنقيس الضغط. الحاجه الثانيه important terms في الهايبر تنشن بننساها، هايبر تنشن ديبرز اند نون ديبر. يعني ايه ديبر؟ يعني بيغطس، بيغطس. يعني ايه بيغطس؟ يعني كده بالمنظر ده 24 اور بلاد بريشر بروفايل تو بيشنتس وذ هايبر تنشن. لما نيجي نبص كده نلاقي اللي باللون الازرق ده سيستوليك، واللي باللون الاحمر ده دايستوليك. هنا 7 الصبح 11، وهنا 11 بالليل ل 7 الصبح. اللون الاورنج ده الوقت اللي بننام فيه كلنا، اللي هي من 11 بالليل ل 7 الصبح مثلا، يزيد ويقل. فلاحظ هنا ايه؟ ان السيستوليك يجي عند فتره النوم يقل، والدايستوليك يجي يقل. ده اسمه ديبر. فلو بصينا كده هلاقي سيستوليك بلاد بريشر ماشي كده، ديبر ينزل. ده اثناء فتره النوم. لكن في واحد نون ديبر ما نزلش، ما غطس، يعني الضغط ما نزلش وهو نايم. سيميلرلي بالظبط هنا الدايستوليك بلاد بريشر ذا سيم هابنز. يعني ايه؟ يعني يغطس ولا ما يغطس؟ يغطس ليه؟ يعني الضغط بيقل اثناء النوم، الحمد لله. عشان عندنا ميكانيزمز من ضمنها ان السيمباثيتك سيستم بتنام معانا بالليل، فبيفضل صاحي البارا سيمباثيتك وميكانيزمز اخرى. وعشان البارا سيمباثيتك صاحي الحمد لله مش السيمباثيتك، فالبارا سيمباثيتك ده بيهدي شويه، فتلاقي العيان بياخد اجازه من الضغط العالي في الفتره دي. الحمد لله ان في اجازه عشان البلاد فيسل يقل الضغط اللي عليه، يعني في حاجه عماله تخبط في جدار البلاد فيسل بيعمل كومبليكيشنز. فتقدر تخمن الجمله دي ان therefore ان non dippers have significantly higher mortality than dippers. يعني اللي ما بيغطس ده ما بياخدش اجازه، فالكومبليكيشنز فيه اعلى. دي حاجه. الحاجه الثانيه هاي mortality associated دايما مع ال non dippers. hypertensive urgency و emergency دي كلام بدائي جدا اكيد سمعت عنه وعارفه كويس قوي، ان ده جدول ده الاثنين اكثر من 180 على 120، بس النو تارجت اورجان دامج. ده هنا في تارجت اورجان دامج. مين التارجت اورجان دامج دول؟ الكارديو فاسكولار والسي ان اس والكيدنز. الهايبرتنسيف ايمرجنسي دي حاجه العيان لازم يخش انتنسيف كير، ولازم ينزل ضغطه في خلال وقت قصير جدا يتقاس بالساعه او الساعتين، وانزل الضغط ستيدلي بس ما انزلش تحت دايستول معين 100، والا اجيب تيشو هايبوبرفيوجن. الهايبرتنسيف ايمرجنسي في منها اكسلريتد وفي منها مالجنت هايبرتنشن. عشان تعرف التقسيمات كامله، الاكسلريتد بيبقى جريد 3 نيفروباثي، سوري ريتينوباثي، والماليجنت جريد 4 ريتينوباثي. يعني ده فيه كده عباره عن كده اللي هو هايبر تنس اكسيدتس وترانسيدتس، اكسيدتس وهيموريدج قصدي، لكن ده فيه بابيليديما. فرقش كتير دي، لكن اللي يفرق هو انها هايبر تنسيف ايمرجنسي. هايبر تنس برايمري وسكندري، انت عارف كويس قوي ان البرايمري ماتش مور كومن. برايمري يعني مرض ملوش سبب. خلي بالك لو سمحت، احنا ما نعرفش السبب الضغط، بكرر ما نعرفش سبب الضغط، وما اوتيته من العلم الا قليلا. مهم جدا 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 ان ما نعرفش، لان احنا ما نعرفش كل حاجه. اللي نعرفه في الطب قليل جدا، ربنا ما ادناش كل حاجه، دي حكمه سبحان الله. بس تعرف ان البرايمري هايبرتنشن الايتيولوجي بتاعه مش معروف، السكندري معروف. تاني حاجه هنا كنترول، بظبط الضغط، بيفضل عام متظبط. يجي العيان يقول لي طب ما الضغط اتظبط يبقى وقف الضغط، ما ينفعش يوقف علاج الضغط لانه عم يتظبط على الدواء كنترول، لكن ده كيور يخف خالص، شفاء تام. ليه شفاء تام؟ لان بعالج السبب. على فكره الكنترول ده متظبط على الدواء. يجي العيان يقول لي يعني مش هخف خالص، بيقولها هو متضايق، لان هو نفسه يخف، يبقى شفاء تام. ما بيبقاش عندي اجابه على السؤال ده،
يعني مش ما عنديش قلب اقول له مش هتخف، ما عنديش قلب اقول له ان الطب بيقول مش هتخف، فبقول له خلاص انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى بالليل وانت بتصلي ركعتين في ضوء الليل هتخف. ليه؟ يعني في كون فيكون، ضد كل ده. يلغيها بيقين، ايوه 100%، ايوه شفت بيشنس، ايوه خفوا خالص، شفاء تام، حتى ضد الكلام اللي في الكتب. بعد كده في نو كوز يبقى كنترول اونلي زي ما قلت لك، الا ان يعني شاء الله. الانسنس هنا 95%، هنا 5%، هنا الايدج ميدل اولد ايدج، هنا اليونج لانه يجي في اي سن السكندري. فاميلي هيستوري بوزيتيف، هنا نيجاتيف فاميلي، مفيش فاميلي هيستوري في السكندري لانه مش وراثي، ده ليه اسباب. misconceptions في الهايبر تنشن، في خطا شائع بيقول هايبر تنشن هيديك از كومن سيمتوم اوف هايبر تنشن، نو، اجابه غلط. ات از سايلنت كيلر زيه زي الدايابيتس، يبعد في امان الله وتجيله مصيبه تموته، كان كارثه لانه البيشنت ده متعرض لضغط سايلنت كيلر. يعني ايه؟ يعني بيقول للعيان في العياده بضغط بيعلى، بعرف ازاي؟ لانه صداع. الضغط قياس مش احساس، يعني مش ان انت تحس بحاجه، مش تحس بحاجه، والسكر كده. وجالي في الفترة اللي فاتت في الشهرين ثلاثة اللي فاتوا عيانين كتير جدا في العيادة، بالصدفة اكتشف انه سكر لما حلل في الحملة اللي طلعت دي، الحملة بتاعت الفيروس، فيروس سي، طلع بيحللوا معاه السكر وبيقيسوا الضغط. كتير جدا اكتشفوا في الحملة دي ان هم ضيابتك ولا يعلموا. واحد منهم جالي سكره كام؟ 16 تراكمي، اللي انا بتكلم على اتش بي 1 سي، اتش بي 1 سي 16 ولا يعلم. ده رقم اكتر من مرعب، خلي بالك. It is a silent killer. Please prevent and wait, do not wait to treat hypertension. يعني امنع الكومبليكيشنز بتاعته، ما نستناش لما تحصل كومبليكيشنز. ولو قاعدين في القاعه دي 100 واحد ونشوف مواصفات الدكتور الكويس، يطلع واحد صيني قال مره مواصفات الدكتور كويس، بس قالها بالصيني الحقيقه، بس انا موافق جدا على الكلام اللي قاله ده. بس لو ترجمناها يطلع انه superior doctors prevent the disease, mediocre doctors treat the disease, inferior doctors treat the consequences of the disease. مهم قوي ان انت تبقى هنا، ما تبقاش هنا. يعني بدري بدري، prevention prevents complications. طب نعرف misconception number two, my blood pressure is controlled, I can stop the drug. You cannot. ما تقدرش توقف الضغط، اما علاج الضغط قصدي، لان الهايبرتنشن is not a past history. It is not a past history. لما نايب يقدم لنا في المستشفى العيان ويقول ان الهايبرتنشن ده في بيقولوا في الباست هيستوري، بوقفه انت غلطان. الهايبرتنشن از نوت ا باست هيستوري الا اذا كان سكندري. واكيد اكيد اكيد سكندري هايبرتنشن، نعرف ازاي ان العيان اللي قدامي ده سكندري هايبرتنشن؟ ازاي اعرف ان ده سكندري هايبرتنشن؟ امتى اشك ان ده سكندري هايبرتنشن؟ نمره واحد لما يجي في سن صغير اللي هو يانج ايج. نمره اثنين lack of family history، لما يكونش في family history ما بيتنقلش، ما فيش وراثه فيه. ثلاثه lack of response to treatment، ما بيخفش على العلاج. ليه ما بيخفش؟ لان ما عالجتش السبب. اربعه presence of حاجه من الحاجات الاتيه، لو لقيت abdominal bleed يبقى renal artery stenosis، لو لقيت paroxysmal hypertension بالبالبيتيشن يبقى دي تبقى فيكروموسايتوما، لو لقيت عنده سن صغيره في ميل عندها ارثرالجيا وسكين راش وجي ان تبقى لوبس، لو لقيت بون ستونز اند جرون تبقى هايبر بارا اند سو اون. فانت عليك كدكتور تعرف الحاجات الموجوده وتشوف اني سكندري هايبرتنشن اللي ينفع. لو لقيت مثلا ترانكال اوبيزيتي مون فيس كوشنج، لو لقيت هيديك وبروجكتايل فوميتنج كريز انتراكرينيال تنشن، اعمل ايمجنج للبرين. لو لقيت مثلا هايبرتنشن في الدراع بس تبقى كوكتيشن، لو لقيت ريد سيل ماس زايد وليكوسايت الكالين فوسفاتيز زياده بوليتايبيميا روبرا فيرا، لو لقيت مثلا دي مهمه هايبرتنشن وانكسبليند هايبوكاليميا فكر في كون سندروم، لو لقيت اوبيز من هو لاودلي بيشخر بالليل كتير سنورنج تبقى اسمها اوبستراكتيف سليب ابنيا، لو لقيت مثلا ويت جين وكولد انتولرنس هايبوثايرويديزم ميل وجي ان وانكا بوزيتيف بولي ارترايتس نودوزا. misconception number 3 بيقول hypotension is a disease. خطا شائع، اخطاء شائعه. hypotension is not a disease. لو خرجنا من هنا ورحنا اكبر بلد في العالم ودخلنا فيها، اكبر مدينه فيها ورحنا فيها، اكبر شارع فيها، فتحنا اكبر مكتبه دخلناها، فتحنا اكبر كتاب كارديولوجي بصينا في الفهرست فيه، اتحداك لو لقينا فيه مرض اسمه hypotension. مفيش حاجه اسمها كده. hypotension دي حاله موجوده في سن صغير بتروح مع الوقت، لكن ممكن تبقى في وسط مرض زي مثلا AMI.
إجابة غلط. hypotension is not a disease. فبيجي عينين في العيادة بقول له أنت بتعالج من إيه؟ بتعالج من أمراض معينة، يقول لي آه من الضغط، ويكتشف في الآخر إن قصده إن ضغط واطي. ضغط واطي is not a disease. misconception number four, hypertension is the second most common cause of atrial fibrillation. No, hypertension is the most common cause of atrial fibrillation. Hypertension is the most common cause of atrial fibrillation. Yeah. Misconception number five, hypertension is associated with many complications but few comorbidities. يعني يقول اه hypertension ليه complications كتيرة بس comorbidities قليلة. مش مظبوط، مصاحب ليه comorbidities كتيرة جدا زي الدايابيتس واشياء اخرى. فالcomplications بسرعة جدا على الفيسلز اثيروسكليروزس هاي ريسك، يروح الاثيروسكليروز ده على فكرة ليه ثلاثة complications، هم نمرة واحد على الكوروناري كوروناري ارتري ديزيز انجينا او ام اي ستيري ST segment elevation myocardial infarction، يروح للكارديولوجيست. يا اما سيريبرو فاسكولار ديزيز تي اي اي او ستروك يروح للنيورولوجي، يا اما بريفرال ارتيريال ديزيز يروح للجراح. دول الثلاثه مين كومبليكيشنز بتوع الاثيروسكليروز. اثنين بيعمل ليفت فنتريكولار فيلير كومونلي دايستوليك ديسفانكشن. في البراكتس وانت بتشتغل هتعمل ايكو لواحد تعرفه تلاقي عنده دايما الكلمه دي دايستوليك ديسفانكشن، تعرف انه هايبر تنشن، ولو هايبر تنشن تلاقي دايستوليك ديسفانكشن. ليه بيحصل كده؟ لان دي مشهوره قوي الهايبر تنشن بيعمل بريشر اوفرلود، يعني بيعمل كده ولا بيعمل كده. دي هايبرتروفي دي دايلاتيشن، اكيد بيعمل هايبرتروفي ما بيعملش دايلاتيشن. هايبرتروفي معناها ان العضله عامله المنظر ده، العضله دي قويه جدا تخبط جامد جدا تكونتراكت جدا لكن ما تعرفش تفك، ما تعرفش تفك لانها بتبقى فيها شويه ستيفنس. فلما تيجي تفك ما تعرفش تفك، تفك يعني ما تعرفش تعمل دايستول، فالدايستول بيبقى ضعيف. دايستوليك كلمه دايستوليك ديسفانكشن في الايكو كومون جدا في عينين الهايبر تنشن. نقص ريلاكسيشن يعني نقص دايستول. الاورطه اورتيك دايلاتيشن يحصل فيها انيوريزم بالمنظر ده، ثوراسيك اورتيك انيوريزم تلاقي الديسكشن يتقطع بالمنظر ده. وفي نقطه مهمه تقول ان انتيريور تشست بين الانيوريزم بيعمل تشست بين كده بالمنظر ده، لما يبقى في وسط صدره من قدام اشك الانيوريزم في الاسندنج اورطه، وفي الحاله دي بيبقى سببها شبه الوجع بتاع الام اي لانه بيقلل بيعمل مايكارديال اسكيميا. الفرق الوحيد ان the pain of aortic dissection is typically distinguished from the pain of MI وانت بتشتغل في الامرجنسيز، هتعرف ان نفس الوجع بالكربون. الفرق الوحيد كلمه واحده بس ان هي sudden onset. يعني ايه sudden abrupt onset؟ يعني الوجع بتاع المايكارديال انفاركشن يبتدي دلوقتي ويوصل البيك بتاعه الماكسيمم في خلال ساعه ساعتين او اكثر شويه، لكن الوجع بتاع الانيوريزم يبتدي دلوقتي حالا dissection ويوصل بيك بتاعه دلوقتي حالا حالا في خلال ثواني building up في خلال ثواني. The sudden onset of chest pain in a hypertensive patient should raise the suspicion of aortic dissection. لو كان الوجع في رقبته يبقى شك ان الانيوريزم في الارش، لو كان الوجع في ظهره اشك الانيوريزم في descending aorta. دي الاماكن اللي انت ممكن عن طريقها تعرف مكان dissection pain back pain. يعني تعرف did you know انه acute chest pain with focal neurological جملة دي مهمة جدا is considered aortic dissection until proved otherwise. يعني لما جينا واحد بacute acute chest pain ومعاه neurological deficit I should consider dissection until proved otherwise لحد ما يثبت العكس. في معلومة تانية بتقول ان lacunar infarction دي تحصل في الهايبرتنشن. يعني ايه lacunar infarction؟ multiple small infarction دي اشعه البرين imaging CT scan ملاحظ نقطه صغيره جدا ميته جوه البرين. النقطه دي اسمها lacunar infarction بتيجي في حتت كتيره جدا، اشهر الحتت دي تعرف انها commonly asymptomatic لان بتبقى فتوته صغيره. لكن اهم كلمه فيها الاتي انها it is the most common type of stroke lacunar infarction، والحمد لله ان هو الموست كومن تايب اوف ستروك لان حاجه صغيره ما بتعملش موربيديتي ولا مورتاليتي عاليه الحمد لله. كمان مهم قوي تعرف انه it is the most common type of stroke. قلنا hypertensive encephalopathy، فانا اعدي على دي بسرعه قوي لانها هروح بعد كده سوري على عشان ما اطولش. hypertension and diabetes الكوموربيديتيز بقى. الكوموربيديتيز يعني associated disease، الاثنين دول مرتبطين ببعض جدا. في 99 قلت لك جولدن شوت هاخد منها واحده النهارده، شوت واحده اللي هي الاتي. What is the best way to distinguish type 1 and type 2 diabetes؟ يعني ايه ازاي اقدر افرق type 1 من type 2؟ الحقيقه ان انت وانت قاعد دلوقتي تقول لي ايه السؤال ده في منتهى البساطه ابدا صعب جدا ساعات.
احيانا بيبقى سهل جدا افرق بينهم، واحيانا بيبقى صعب جدا 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 افرق بينهم جدا. فقالوا الاتي انه no clinical characteristic or diagnostic test is readily available to distinguish type 1 from type 2 diabetes. مفيش تيست محدد يقدر يفرق type 1 من type 2 diabetes، بس قالوا some test may help زي السي بيبتايد ليفل. هقول لك دلوقتي اوتو انتي بوديز ادي كونكتين تو ليبتين ريشوز، هاويفر they do not yet have a standard diagnostic role. وساعات ما بقدرش افرق بينهم. طب انا عايز احط نقط مهمه تفرق لي تايب 1 من تايب 2 دايبيتس. فقالوا طيب في 10 نقط 10 famous helpful tips يفرقوا لي تايب 1. لو حطيت ميزان وقلت ان ده تايب 1 هنا في الكفه دي وتايب 2 هنا في الكفه دي بالمنظر ده، هقول نمره واحد الايدج اوف اونست. الايدج اوف اونست يفرق؟ يفرق. يحلف؟ لا. يخليني اميل؟ اميل بس ما احلفش. يعني ده صغير تايب 1 غالبا، ده تايب 2 مش اكيد، وعشان كده ممكن اي سن يحصل فيه تايب 1 اي سن يحصل فيه تايب 2، بس كومونلي كده واحد. ده اول نقطه تخليني اميل لحاجه منهم. ثاني نقطه الفاميلي هيستوري، الوراثه اقوى عنصر الوراثه في الدايابيتس. اقوى في تايب 1 ولا اقوى في تايب 2؟ مفيش مقارنه. اكيد اكيد اقوى في تايب 2. تايب 1 مودريت، تايب 2 سترونج بالنسب المكتوبه قدامك. الوراثه اقوى طبعا في تايب 2. فدي نقطه ثانيه مهمه. ثاني نقطه، ثالث نقطه تفرق هيستوري اوف دي كي اي دايابيتيك كيتو اسيدوزس. لو العيان جايب دي كي اي هيبقى تقل كفه تايب 1، فيبقى ذيرفور اقول اه اوكي كده بالمنظر ده، يعني كفه تميل ناحيه تايب 1 لو كان عنده الدي كي اي، لان الدي كي اي دي معناه ان ما عندوش ولا نقطه انسولين اللي هي موجوده في تايب 1. تاني نقطه، ثالث نقطه، رابع نقطه، اذا كان اسوشيتد اوتو اميون ديزيز. احنا عارفين تايب 2 ده مش اوتو اميون خالص. طيب لو كان اوتو اميون زي الامراض دي مثلا الثايرويد والاديسون و و و و الحاجات دي كلها في صالح كفه تايب 1، لان الاوتو اميون ديزيز بتيجي مع تايب 1 مش مع تايب 2. رابع، تاني حاجه اللي بعد كده البودي ويت، اكيد اكيد برضه تايب 1 رفيع تايب 2 وزنه زاد. 80% من تايب 2 تخان، ودي مرتبطه بدي، بس برضه مش اكيد، ما اقدرش احلف لكل حاجه استثناءات. الطب اهم حاجه فيه ان القواعد بتاعته بتتكسر، بس في قواعد في الطب ما بتتكسرش، بس كل قاعدة غالبا لها استثناءات. فدايما الجملة دي مهمة، it is not enough، مش أكيد. كمان في نقطة مهمة progression، ده سريع جدا صاروخ تايب 1، لكن ده بطيء تايب 2. تايب 2 ياخد وقت بطيء جدا الحمد لله، لكن ده يروح على الكومبليكيشنز بدري بدري. فأقول هنا usually rapid لكن هنا usually slow. البروجريشن مهم على حسب ما قال لي العيان الهيستوري بتاعه. كمان نقطة مهمة اوتو انتي بوديز، هلاقي انتي بوديز دي انتي بوديز دي تبع ده في الدم بقى في التحليل بقى. وعلى فكره دي انا طلبتها لسه عيان امبارح جاي لي في العياده، طلبت له الانتي بوديز دي عشان اعرف تايب 1 ولا تايب 2، برغم ان انا كنت ميال ان هو تايب 1 بس عايز احلف مش قادر احلف برضه. فلاقي الانتي بوديز دي مع كفه تايب 1 لان تايب 2 ما فيهوش انتي بوديز. كمان من ضمن الحاجات انسولين وسيتيفايد، انت عارف كويس قوي ان تايب 1 من الاول خالص ما عندوش انسولين، لكن تايب 2 الانسولين بيزيد في الاول بعدين بيقل بعدين. طب ليه بيزيد الاول؟ طيب الانسولين طبعا الانسولين هو الانسولين سي بيبتايد حاجه واحده زي بعض طالعين من البرو انسولين. فالانسولين سي بيبتايد ليه بيزيدوا في الاول؟ لان العيانين دول عندهم انسولين ريزيستنس فبالتالي بيزيد في الاول. الحاجه اللي بعد كده الاديبونكتين تو ليبتين ريشيو، ذا انتكس اوف انسولين سنسيتيفيتي، ده مؤشر الانسولين سنسيتيفيتي. فاذا كان مؤشر انسولين سنسيتيفيتي يبقى بيقل هنا. ليه بيقل هنا؟ لان هنا في انسولين انسنسيتيفيتي يعني ريزيستنس، لكن هنا ملوش دعوه بالموضوع خالص. اخر حاجه خالص جينيتك ماركرز اللي هي الاتش ال اي تايبنج. طبعا انت عارف كويس قوي ان تايب 1 في اتش ال اي تايبنج لكن تايب 2 ما فيهوش. يبقى دول ال 10 حاجات، دول 10 حاجات اللي انا قلتهم اللي ممكن يساعدوني ان انا افرق تايب 1 من تايب 2. ومع ذلك ساعات ما بعرفش برضه، وعشان كده طلعت اختصارا للموضوع الامريكان اسوسيشن اوف كلينيكال اندوكرينولوجيست اللي هي التوب سوسايتي اللي بتناقش وبتدرس الدايابيتس، هي مع الاي دي اي اللي هي الامريكان دايابيتس اسوسيشن. دي قالت ايه؟ الامريكان اسوسيشن اوف كلينيكال اندوكرينولوجيست ريكومند اجينست
the routine testing of دول، يعني مش روتين ان انا اعملهم، مش كل عينين اعملهم لما ابقى شاكك قوي مش قادر اوصل نتيجه هو تايب 1 ولا تايب 2. طيب يبقى كده بما خلاص دي خلصناها. الامريكان برضو دايبيت اسوسيشن ماني بتقول ان ماني دايبيتك انديفيدوز دو نوت ايزلي فيت في واحده من الكاتيجوريز دول. هل في لينك بين الدايبيتس والهايبر تنشن؟ اه قصه حب ازاي؟ فعلا لان بيربطهم بعض انسو ريزيستنس. دايما تلاقي هايبر تنشن يعمل دايبيتس والدايبيتس يعمل هايبر تنشن. احنا عارفين ان الانسو ريزيستنس ازاي الانسو ريزيستنس تؤدي لهايبر تنشن كده بالمنظر ده، زياده الانسولين بيروح على الكيدني يعمل صوديوم ري ابزوربشن بيعلي الضغط، في نفس الوقت زياده الصوديوم بياكتيفيت سيمباثيتك نيرفس سيستم. طب ما الاثنين دول في الاخر بيعملوا هايبر تنشن، يبقى الانسولين زيادته في الانسولين ريزيستنس بتؤدي لهايبر تنشن عن طريق اكتيفيشن للسيمباثيتك وعن طريق سولت اند ووتر ريتنشن. ففي النهايه دي عملت دي. اون ذا اذر هاند احنا عارفين الانسولين ريزيستنس بتعمل تايب كام دايابيتس، بتعمل تايب 2 دايابيتس. طيب ذير فور الانسولين ريزيستنس تعمل دايابيتس تايب 2، يبقى عملت الاثنين دول نمره 3 كمان، بس ده بره نطاق الكلام بتاع محاضره النهارده. تعمل ديستيبيديميا واثيروسكلوز مفهومه جدا، وبتعمل كمان يوريك اسيد زياده، وبتعمل كانسر، وبتعمل انفلاميشن. دي السلايد اللي بتجمع كل المشاكل بتاعت الانسولين ريزيستنس على بعض، وتحت عنوان حاجه اسمها ميتابوليك سيندروم لو تعرفوا اكيد عارفين. كمان الهايبرتنشن اند كيدني كوموربيديتي، كمان الهايبرتنشن بتعمل ايه في الكيدني؟ نورمال جلوميرولوس بالمنظر ده، عيب العيب الكبير بتاع الهايبرتنشن ان بيعمل المشكله الاولى ان بيعمل هايلينوزس في الكيدني، ثاني حاجه انه بيعمل جلوميرولر سكليروزس وبودوسايت لوس. بودوسايت لوس دي معناها ان العين هيسرب البيومن، والالبيومن لما يهرب في الكيدني يبوظ كل حاجه في الجسم. It is an independent risk factor for vascular diseases. Reduced filtration يبتدي العين يروح على نقص جي اف ار، تقع الكيدني والكيدني كشه بالمنظر ده، يروح العين على chronic renal failure. في جمله بتقول hypertension is the second most common cause of chronic renal failure next to diabetes. Next to diabetes. والاثنين بيجوا مع بعض. Hypertension and diabetes. اللي بعد كده hypertension and dyslipidemia. هنا dyslipidemia. وهنا هايبرتنشن. في ناس كتير قوي عندهم الاثنين مع بعض، هايبرتنشن وديسليبيديميا، ده فيري هاي ريسك بيشنت. الهايبرتنشن يبقى معنى كده مصاحب دي انا بسميه هايبرتنشن سيندروم، يعني دي الحاجات اللي مع الهايبرتنشن، ديسليبيديميا، ستروك، هارت فيلير. عارفين هايبرتنشن از ذا سكند موست كومن كوز اوف ليفت فنتريكولار فيلير، كورونري ارتر ديزيز، بريفرال ارتيريال ديزيز، لسه بنقول بيروح للجراح، لسه قايل رينال فيلير، اوبيزيتي ودايابيتس. دي الحاجات المصاحبه للهايبرتنشن. ماتشنج وذ ذا موست ريسنت جايد لاينز. عشان ما اطولش انا قربت اخلصها، اقول الامريكان كولج اوف كارديولوجي قالت في 2017 اخيرا 2018 دي الجايد لاينز دي انه كل التارجت بتاعنا لازم انزل تحت 130 على 80. ما كانش كده حتى في الكتب عندي، كنت بغيرت الطبعه كذا مره، انه اقل من لازم انزل تحت 130 على 80. يعني ايه؟ كان قبل كده نقول لا عايز انزل تحت 140 على 90 الا في عيان الدايابيتس، انزل تحت 130 على 80، ما بقتش كده، كله عشان نوحد كله على بعضه. التارجت بتاعك وانت بتعالج اعرف ازاي ان انا ماشي صح لما الضغط ينزل تحت 130 على 80. ده من امريكان كولج اوف كارديولوجي في 2018. ودي الجوريزم مش هطول فيه، ده ياخد محاضرتين لوحده. يقول ازاي ابتدي اعالج؟ في ناس يمشوا بلايف ستايل يعني نون فارماكولوجيكال تريتمنت، في ناس يمشوا بفارماكولوجيكال تريتمنت. مهم قوي عندي هنا النون فارماكولوجيكال ثيرابي، في ناس تانيين هياخدوا ادويه، بس النون فارماكولوجيكال ثيرابي يعني انه العيانين تريتمنت بحاجه غير دواء. من ضمن الحاجات الدايت، اكيد في الدايت بتاع الهايبرتنشن بتبقى حريص ان اقلل الصوديوم، لان في ناس كتير صوت سنسيتيف ضغطهم بيعلى، لازم ازود البوتاسيوم، ده ما هو اكد، وانه امنع الالكول، وانه البوتاسيوم لازم يزيد، لان خلي بالك الهايبوكاليميا برضه ليها اضرار على الهارت وعلى البوتاسيوم شانلز وعلى الاريثميز. سموكينج يتمنع، والويت لوس لازم الوزن يخس. طول ما في ناس بقول لهم ان مجرد ان الوزن يخس البلاد بريشر ممكن يبقى كنترول بدايت بويت ريدكشن، والدايابيتس ممكن تبقى كنترول بويت ريدكشن لو كان مايلد. وانه اكسرسايز لايف ستايل، معرفش طبعا عامل كده ازاي، معرفش اعمل ازاي عامل كده لايف ستايل، يعني اكسرسايز من ضمن الحاجات. الحاجه الثانيه دي تاخد وقت طويل، تاخد محاضره ثانيه خالص، اللي هي بلاد بريشر لورينج ميديكيشن.
blood pressure lowering medication اهم حاجه فيها ان انت تبقى عارف ان عندي اربع لخمس ادويه كبار. ايس انهيبيتو، اي ار بيز، كالسيوم شانل بلوكرز، دايوريتكس، بيتا بلوكرز. دول خمسه كبار معروفين. تاني اقولهم، ايس انهيبيتو، اي ار بيز، كالسيوم شانل بلوكرز، دايوريتكس، بيتا بلوكرز. كان دايما البيتا بلوكرز بتتصدر المشهد، نوت اني مور. دلوقتي عشان تبقى عارف البيتا بلوكرز انت بتعالج، لو جالك عيان هايبر تنشن بس البيتا بلوكر اخر حاجه. ليه؟ على حسب النتائج بتاعتها. النتائج بتاعتها تراجعت في البيتا بلوكرز في كل الجايد لاينز، الا اذا كان العيان الهايبر تنشن ده ثلاث حاجات: كورونري يبقى لازم ياخد بيتا بلوكر، هارت فيلير يبقى لازم ياخد بيتا بلوكر، تاكيكارديا. يبقى ثلاث حاجات دول: كورونري، هارت فيلير، تاكيكارديا مع الهايبر تنشن. لو كان هايبر تنشن نقطه من غير الثلاث حاجات دول يبقى البيتا بلوكر يتراجع بعد الاربعه الكبار. الاربعه الكبار هم ايس انهيبيتور، اي ار بي، كالسيوم شانل بلوكر، دايوريتكس. اذا كان عيان هايبر تنشن ودايابيتس هو عنوان المحاضره، يبقى دواء نمره واحد ايس انهيبيتور او اي ار بيز، ودواء نمره اثنين كالسيوم شانل بلوكر. لان الايس انهيبيتور والاي ار بيز بيحمل كيدني في عينين دايابيتس، والكالسيوم شانل بلوكر بيعمل بريفرال ارتيريال باز ودايلاتيشن. يعني عيان الدايابيتس عنده فاسكولار ديستربنس، عنده انجيوباثي، انا عايز اعمل فازو دايلاتيشن. فدي مهمه بس تاخد وقت طويل قوي، مش موضوع. انا بس لازم تبقى عارف وانت بتدرس الموضوع ده امتى ادي اني دواء في اني سيتويشن. يعني لو كان عين هايبر تنشن وكورونري يبقى بيتا بلوكر، لو كان عين عنده هايبر تنشن وهارت فيلر يبقى ايس انهيبيتور، لو كان عين عنده هايبر تنشن وكيدني يبقى الفا ميثايل دوبا وهيدرولازين اند سو اون. كده بالمنظر ده. Which drugs in which case؟ فدي محتاجه قصه ثانيه. طيب the future aspects and conclusion بعد ما خلصت اقول طب finally do not treat hypertension, do not treat diabetes. احصل كده، مش عايزين حد نعرفه صاحبنا قريبنا يحصل له حاجه من الحاجات دي. morbidities ومورتاليتيز عاليه جدا زي ما قلت لك على ثلاثه بيج فيسلز كبار: coronary, cerebral, peripheral arterial. فدي morbidity ومورتاليتي عاليه جدا، فلازم تبقى الحكايه اسمها polyvascular diseases. protection prevents complications، ولازم نشتغل بدري بدري عشان نمنع الكومبليكيشنز. المحاضره دايما لما تزهق، في ناس قوي زهقوا من خمس بعد 15 دقيقه، في ناس قالت بتزهق بعد خمس دقائق، من في ناس بيزهقوا من المحاضرات بعد ربع ساعه ستاتستكس يعني، وفي ناس بتزهق من المحاضرات بعد خمس دقائق، في ناس بتزهق من قبل ما يروح. انا منهم، ما بروحش خالص، طيب تلاقي المحاضره مدرج فاضي خالص خالص، انا منهم او يعني ممكن يعني. فسكسس اور فيلير دايما نجاح اي محاضره بيعتمد مش على الكلام. يعني الاجابه جت من واحد اسمه ليلي ووترز، قال الاتي، انا موافق قوي على اللي قاله: نجاح اي محاضره اي محاضره ما بيعتمدش ابدا على الكلام اللي انا قلته، مش على الكلام اللي طالع من المحاضر على السبيكر، بيعتمد على الكلام اللي وصل لك انت، مش اللي طالع مني انا، اللي هو what the listener receives. Thank you very much. شكرا.